النهارده الحد والساعه 7 بالليل، ويا اهلا وسهلا بيكم في هو النهارده مش الحد، النهارده الاثنين عشان احنا اتاخرنا في النشره. انا اسف جدا، ولكن في فيديوهات جامده جدا جايه في خلال الاسبوع ده. اهلا وسهلا بيكم في نشره لوندي. لو انت مش متابع مؤخرا اللي بيحصل في مصر بالنسبه لاوبر وكريم والشركات اللي بتوصل عن طريق ابلكيشن، ففي كوارث بتحصل مؤخرا، حوادث اختطاف. الحوادث دي مؤخرا بتحصل في 99% من الحالات ضد البنات. بنقول الحوادث الكبيره قوي اللي فتحت الموضوع ده كله هي حادثه البنت اللي اسمها حبيبه عادي بتطلب اوبر وهي على طريق السويس ماشيه، لقيت الراجل بيطلع حاجه هيرشها، فقررت ان هي تخرج بره العربيه فورا عشان ده ممكن يكون حاجه مخدره او حاجه كده. فتخرج بره العربية والعربية سايقة على سرعة عالية جدا وتقع وتموت. الراجل ده جاب واتحاكم واتسجن، ومتوقع ان الناس تلم نفسها. لا، الموضوع بيكبر، الموضوع فضل يكبر، وحادثة ورا التانية ورا التالتة، وكل السوشيال ميديا بقت تعمل بوست كده في بقى ايه الحادثة الاولانية الحادثة التانية، والموضوع بقى مرهق ومخيف ومتعب، لحد ما الحكومة تدخلت اليومين اللي فاتوا وعملت قاعدة برلمان استدعت فيها رئيس اوبر، تشيرمان بتاع اوبر مصر، هيكون عنده قاعدة كده محترمة مع البرلمان يوصف هو ايه اللي بيحصل. وضمن التحقيقات والحاجات اللي هو بيدرسوها عشان القضية دي وعشان يفتحوا المكالم، اكتشفوا ان اكتر من 50% من بيانات السائقين او الكباتن الاوبر كلها مزيفة، ومن ضمنهم السواق اللي كان سايق بحبيبة. الناس بكل بساطه بتدخل على فوتوشوب بتعدل صورها، بتدي بطاقه بارقام مش مظبوطه ولا اي حاجه، واوبر بتقبل الارقام دي، ودي كارثه. اكتشفوا ان هو مقدم مستندات مزوره. بعد حادثه حبيبه والحوادث دي، اوبر بدا يعملوا فيتشرز زياده، حاجه مثلا زي تسجيل الرايد، اللي هو السواق اول ما هيبدا الرايد موبايله هيسجل صوت للرايد كلها عشان تستخدم كحاجه محاكمه ضده لو في مشكله حصلت. تسجيل الرايد ده مش بيكون ملف صوتي على موبايل الراجل، تسجيل الرايد ده بيكون جوه ابلكيشن اوبر مشفر، ما حدش ليه اكسس عليه ابدا غير لو حصلت مشكله والحادثه دي اتفتحت، فيقدروا من السيستم بتاعهم يفكوا تشفير الفايل ده ويعرفوا ايه اللي حصل جوه العربيه في الوقت ده. بس الصراحه متاخره قوي يا اوبر، و50% من السواقين يكون بياناتهم فيك، دي كارثه. نصيحتي ليكي او ليك خلال الفتره اللي جايه، ما تركبش اوبر لوحدك، او ما تركبش اوبر اصلا. لما شركه يكون عندها كميه البيانات المزيفه دي، هي اكيد عندها علم بحاجه زي كده. اركب اي سيرفيس تانيه، واركب انت وحد تاني، اركب انت واتنين تانيين، اركب انت وتلاته تانيين، اركب ميكروباص، اجر يا سيدي عربيه خاصه ليك انت وتلاته اربعه بترجعوا الشغل كل يوم. على فكره ممكن تقف ارخص من سعر اوبر نفسه اللي انت بتركبه كل يوم. وفي نفس الوقت اللي يحصل فيه قضيه اوبر والموضوع ده، الحكومه بتعلن عن سيرفيس جديده عباره عن تاكسي مراقب 100% هيكون خاص بالعاصمه الاداريه، هيبدا من العاصمه الاداريه وممكن يطلع لحته ثانيه، وده هيكون عباره عن تاكسي كهرباء في كاميرا مراقبه جوه التاكسي، وفي فيتشرز مهمه جدا. وعلى فكره التاكسيات دي موجوده في الامارات من فتره، والتاكسي دي ممتازه، وما اقدرش اقول لكم الامان بتاعها عامل ازاي. اي نعم في الامارات كانت معموله بعربيات مش كهرباء، مصر هتعملها بعربيات كهرباء، ودي هتكون حاجه لذيذه. والسيرفيس دي هتكون اسمها كابيتال لاب. حاليا في 20 عربيه شغالين وبيلفوا العاصمه، والبلان بتاعتهم انهم يوصلوا لحد 145 عربيه في خلال كام شهر، وبعد كده ال 145 دول هيتضاعفوا، هيكونوا لكل العاصمه اللي هي في القاهره، وبعد كده اتمنى هي توصل محافظات كمان. العربيات دي زي ما قلنا هيكون كلها مجهزه بكاميرات، هيكون فيها واي فاي، وهيكون عندك وسيله دفع الكترونيه جوه العربيه، ممكن تدفع بالكارت الفيزا بتاعك جوه العربيه. والاهم من كل ده، اللي هيشتغل في السيرفيس دي بما انها سيرفيس حكوميه هيتعمل له فيش وتشبيه، وهيتعمل له 1000 حاجه يتاكدوا من هو مين وبيعمل ايه، لان اصلا دخول الحكومه ده بيحتاج اوراق وحاجات مظبوطه جدا عشان تعرف تدخلها. فانت تكون شغال رسميا في الحكومه ومرتب حكومي، فانت لازم تكون واخد كل الاجراءات القانونيه المظبوطه. بصراحه خطوه كويسه تزامنا مع اللي بيحصل دلوقتي. ومعلومه على جنب كده، لو انت ليك في العربيات وعايز تعرف ايه نوع العربيات اللي هيكون موجود، فهم هيكونوا نوعين، شيفروليه بولت وام جي 4، والاثنين هيكونوا نسخه الكهرباء منهم. لو انت ما تعرفش المعلومه دي، فاحب اقول لك ان الانتخابات الامريكيه على الابواب، وجو بايدن الراجل اللي ربنا يعني يسامحه على الافعال اللي عملها مؤخرا، يعني بداخل الانتخابات تانية اكيد، وعايز يرشح نفسه الى اخره. احنا مش هنتكلم عن الناحيه السياسيه، احنا هنتكلم عن الناحيه التكنولوجيه، وان في اي اي طلع قدر اللي هو يعمل فيديو ديب فيك لجو بايدن بيطلع ويقول للناس لا تنتخبوني انا مش هترشح في الرئاسة اللي جاية. والفيديو ده اللي عمله اتغرم 6 مليون دولار. هتخيل انت واصحابك كده بتعمل فيديو تهزر بيه على انتخابات امريكية وانت في بلد تانية، تعال عليك 6 مليون دولار، انت متخيل الكارثة؟ والحقيقة ان هو مش 6، هما 8،
6 منهم على الرجل اللي عمل كده اللي اسمه ستيف كريمر. والمضحك في الموضوع ان ستيف ده شغال في الحملة الانتخابية بتاعت واحد اسمه دين فيليبس، ده مرشح رئاسي الفترة اللي جاية في امريكا. عم ستيف ده شاف ريل لذيذة كده في انستجرام بتاعت واحد بيعمل ديب فيك كده وشاطر، فراح سمعت التليفون بيقول له بقول لك ايه، ما تعمل لي فيديو لجو بايدن بيقول مش عارف ايه. فقال له التكلفة تكون كام؟ قال له لا 200. قال له لا كتير، انا هخليها معاك 150. قال له خلاص اتفقنا. فراح دفع $150 لواحد كده راندم على انستجرام بيعمل ديب فيك لذيذة، والراجل بتاع انستجرام ده مش فاهم مين ده او كان فاكرها حاجه جوك كده لذيذه، عملوا الفيديو واداهوله. اخده وعمل بيه كامبين وحطه على بوسترز وعمل فيديوهات قد كده بتقول ان جو بايدن مش هيترشح بفيديو دي فيك اللي هو عمله. بعد ما الفيديو نزل ستيف كريمر ده تم اتهامه ان هو كسر 26 قانون امريكي واتغرم منهم $6 مليون. طب وال2 مليون التانيين دول مين اللي اتغربهم؟ شركة الاتصالات اللي هو اتكلم فيها اسمها لينجو تيليكوم. انا بحس ان انا في النص كده، انا عملت ايه؟ انا شكت هو الشخص اللي استخدم السيرفيس؟ قال له لا انت غلطان، $2 مليون غرامة عشان استخدم الشركة بتاعتكو ان هو يتواصل مع الحاجات ويعمل الكامبين. وكانت اسم المخالفة اللي لينجو تيليكوم دي دخلوا فيها حاجة اسمها Know Your Customer، اعرف مين الزبون بتاعك. اما الخبر الاخير بقى فهو خبر AI بحت من سكارلت جوهانسن. طبعا كلنا عارفين الاستاذة سكارلت اتقلبت فلاشة في اخر فيلم لوسي، ومن ساعتها هي مازالت AI وفلاشة، فمين عجبه الفكرة؟ OpenAI إيلون ماسك. كتير من الناس اخدت بالها ان الصوت بتاع تشات جي بي تي قريب قوي لنبره صوت سكارلت جوهانسن who wanted to hire me to voice the current chat gpt. واللي زود الطين بله السي او بتاع تشات جي بي تي سام اولتمان، طلع يهزر في واحده من الانترفيوز يقول لك احنا التشات جي بي تي بتاعنا الصوت بتاعه شبه سكارلت جوهانسن. فالهاهاها بتاعته دي خلى سكارلت جوهانسن تصحى من النوم كده في يوم وجمع تيم كبير من المحامين ويرفعوا قضيه رسميه على اوبن اي اي بتقول له انت مش من حقك تستخدم صوتي في الاوبن اي بتاعك. الفكره ان القضيه دي ممكن تكلف اوبن اي اي مليارات لو ما غيروش الصوت بتاعهم ضروري، وكمان ممكن تكون باثر رجعي كل الفلوس اللي دخلوها في نسبه منها لسكارلت. ولو رجعنا بالتاريخ هنعرف ان القضايا دي الناس بتكسبها. فورد في سنه 1988 عملت اعلان لعربيتها الجديده وكانت بتستخدم صوت شخص قريب قوي لواحده ممثله كانت اسمها باتي ميدلر، والقضيه دي باتي كسبتها. وبرده في نفس السنه اعلان دوريتوس في سنه 1988 استخدموا صوت شبه قوي ممثل اسمه توم ويتس، وتوم ويتس كسب القضيه. ففكره السنه دي بنستخدم اي اي فويس شبه سكارلت جوهانسن، القضيه دي ربحانه 100%. حاليا احنا متوقعين ان سكاي فويس اللي هو الصوت بتاع تشات جي بي تي مستعد ان هو يتغير ويبقى راجل اني تايم سون خلال فتره قريبه، او هيبقى صوت مختلف تماما على الصوت سكارلت اللي احنا عارفينه. على الناحيه الثانيه لو تمسكوا قوي بالقضيه هيدفعوا مليارات. بصراحه ما اعتقدش تشات جي بي تي عندهم مشكله قوي ان هم يدفعوا مليارات، لان هم السنه اللي فاتت مدخلين $1.6 مليار في 2023، ومتوقع السنه دي بعد دخولهم لكل دول العالم تقريبا ان هم ممكن يتخطوا الرقم ده ب10 اضعاف. والابديت الاخير بتاع تشات جي بي تي اللي لسه نازل من كام يوم خلى كل حاجه حرفيا بتلف. تشات جي بي تي بقى ليه شخصيه ونكت وطريقه تحسسك انك بتكلم بني ادم بطريقه ويرد اكتر. تحبوا تجربوه؟ صباح الخير. صباح النور، كيف يمكنني مساعدك اليوم؟ او احنا بعد الظهر عامه، المفروض تقولي مساء الخير. اسف على اللبس، الان بعد الظهر لذا نقول مساء الخير، كيف يمكنني مساعدتك؟ اعملي لي كوبايه شاي وحياتك. I wish I could make you a cup of tea. What's your favorite kind of tea؟ هو انت ليه بتردي بالانجليزي لما كلمه بالعربي؟ انا بقدر اتكلم بالعربي اذا بتفضل. كيف بقدر اساعدك اليوم؟ ممكن تتكلمي باللهجه السعوديه لو سمحتي؟ اكيد بقدر اتكلم باللهجه السعوديه. كيف قدرتك اليوم؟ شخبارك؟ شحالك؟ الحمد لله بخير. شخبارك انت؟ خير، بخير بخير. بفكر اطلع على الايفل تاور بكره. جميل، زياره برج ايفل تجربه رائعه. هل هذه اول مره تروح لهناك؟ انت غريبه بجد، وكل حاجه في تشات جي بي تي غريبه. انت كنت جوه الفيديو بتاعي على يوتيوب باي ذا واي. يبدو انك مريت بتجربه مثيره للاهتمام. ممكن تقولي لي اكتر عن الفيديو ده وكيف كنت جزء منه؟ انا خايف ومش هتأخر تاني في حياتي، وده الابديت الجديد المخيف بتاع تشات جي بي تي اللي سكارلت ترفع عليه القضيه. دي كانت ناشر النهارده، اتاكد انك تعمل لايك، اشترك في القناه، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.